سيادة النقيب، بعد سعادتك الملف ده لسرعة الرد قبل اجتماع المجلس. اتفضل. بس مجلس ايه بس وبتاع ايه يا اخي؟ انا ندمان ان انا دخلت عضوية المجلس ده، انا فاضي. معلش يا باشا، كنا لف العقول، بس دي شكوى بسيطة يعني، مش هتاخد من سعادتك وقت. شكوى في مين بقى؟ يعني محامية كده كانت بترفع قضية قدام. ايه ده؟ كارما سليم عبد القادر، دي بنت المستشار سليم عبد القادر الله يرحمه. بالظبط يا فندم، حضرتك لسه فاكرها ما شاء الله عليك. لا وهي دي تتنسي؟ بس هي ازاي دولها قضايا وهي محجوزة في المستشفى بقالها 6 سنين؟ لا ما يخفت سعادتك، وجابت تقارير طبية انها سليمة 100%، وجددت الكارنيه ومسكت قضيتين وكسبتهم، قضيتين زي الفل. لكن في القضية التالتة بقى عملت مصيبة. ايه عملت ايه؟ كانت بتترفع في قضية قتل عمد، المتهم فيها كان تاجر عقارات في مصر الجديدة اسمه فتحي السماك، والملف قدام حضرتك. الله يخرب، هي لحقت تعمل البلاوي دي؟ التحريات والأدلة النيابة كلها بتأكد الإدانة الكاملة وملوش أي مخرج. ولما وكل كارما سليم حست إنه بريء ومتورط، بس رافض يتكلم أو يدافع عن نفسه بأي حاجة. ضغطت عليه وقالت له مش هكمل غير وأنا عارفة الحقيقة كلها. نخ في النهاية وقال لها إنه كان بايت مع السكرتيرة بتاعته في شقة مفروشة في نفس التوقيت الجريمة وعنده شهود على كده، بس خاف من الفضيحة قدام مراته وأهلها. وطبعا أقنعته إن الفضيحة أهون بكتير من حبل المشنقة. الخبية دي اتأخرت، المحكمة هتدخل دلوقتي. أنا كده هبتدي أتوتر جدا، خايفة لا تكون هربت بره البلد. أنتِ مش قلقانة عشان السكرتيرة مش موجودة؟ أنتِ متوترة من نظرات أهل القتيل، وأنا قلت لك سيبك منه. ده دول ولا يهموني. أنا متأكدة جدا إن الراجل ده بريء. سيب الخبير. هطلع بره شوية، بجد حاسة إن أنا مخنوقة. أجي معاكي؟ آسفة يا مدام سناء، أنا اتفقت معاكوا أخد المبلغ كله قبل ما أدخل القاعة، ولسه باقي الفلوس ما دخلتش حسابي لحد دلوقتي. يا سلام، يعني أقول الشهادة من هنا وأدمر سمعتي بالكذب وأقعد العمر كله أشحط منكوا بقية الفلوس؟ برضو آسفة، قدامكوا نص ساعة تجيني رسالة بدخول الرصيد في البنك أشهد إني كنت مع جوزك في أي مكان. ساكتة ليه يا أستاذة؟ اتفضلي الشهادة معاكي. حضرتك كنت فين يوم 17 يناير الساعة 9 بالليل؟ كنت مع أستاذ فتحي في شقة في المعادي. آه، يبقى الرصيد وصل. رصيد؟ رصيد؟ رصيد إيه؟ رصيد البنك يا سيادة الرئيس. الهانم متفقة مع مرات المتهم واخدة منها فلوس عشان تقول إنها كانت بايتة مع ليلة الحادث وتبرأوا من القتل، وأنا بطلب التحفظ عليها وفحص الموبايل بتاعها دلوقتي حالا. أنت بتقولي إيه يا أستاذة؟ المتهم ده يبقى موكلك. أيوه موكلي، بس كذب ومجرم، خدعني بحيلة السكرتيرة وهي متفقة مع مراته اللي بتدعي إنها منهارة وعايزة تتطلق. فتح السماك هو المذنب يا سيادة القاضي، وهو اللي قتل المجني عليه. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك يا كرمه، ده انت مجنونه رسمي.